جيزة، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022 الترم الأول عبر رابط البوابة الإلكترونية. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022 الترم الأول عبر رابط البوابة الإلكترونية. أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة قرب انتهاء عملية التصحيح لامتحانات الفصل الدراسة الأول للشهادة الإعدادية واقتراب الإعلان عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الأول 2022. بيانات طلاب الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الأول 2022. وفقا لبيانات غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أدى نحو 193 ألف طالب وطالبة بالصف الثالث الإعداد أدوا الامتحانات قا 691 لجنة خلال الفترة من 29 من يناير حتى 3 من فبراير وسط إجراءات احترازية مشددة طبقا للإجراءات التي أقرتها وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار فيروس كورونا. موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الأول 2022. صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بأن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الأول 2022 سوف تعلن عقب اعتمادها من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بحد أقصى يوم 25 من فبراير الجارة، ويمكن أن تظهر مبكرا حال الانتهاء من مراجعة عمليات التصحيح والرصد. فتحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الأول 2022. يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة الحصول على نتيجة موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الأول 2022 من خلال موقع محافظة الجيزة على الإنترنت، حيث ترفع النتائج فور اعتمادها من المحافظ أو عبر المواقع الإلكترونية الإخبارية التابعة للمؤسسات الصحفية أو عن طريق المدرسة، حيث تصل النتيجة للمدرسة فور اعتمادها. واحد، الدخول على بوابة الجيزة الإلكترونية من هنا نقطة. اثنان، ادخال رقم الجلوس. ثلاثة، ثم نقر علي كلمة بحث. يترقب الآلاف من الطلاب في مرحلة إتمام التعليم الأساسي إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الأول 2022، وحيث أكدت مديرية التربية والتعليم إنه جاري حاليا الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات لكافة الطلاب والطالبات في الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2022.